على مهله جمال عبد الله، وقع جمال عبد الله وخطفها حماده المصري واعترضوا وفي صفاره. على مهله جمال عبد الله، وقع جمال عبد الله وخطفها حماده المصري واعترضوا وفي صفاره. على مهله جمال عبد الله، وقع جمال عبد الله وخطفها حماده المصري واعترضوا وفي صفاره. مع محمد حسام الله يرحمه، ولا مع كابتن عبد الرؤوف عبد العزيز في اي حاجه، الاهلي والزمالك زمان وممكن يكون دلوقتي العلاقه جيده للغايه، سواء بين الاداره او بين اللاعبين بعضهم. لنادي الزمالك بيجيبوا حسن شحاته بعد مضي 30 دقيقه، الجول الاول بيجيبوا حسن شحاته للزمالك بعد مضي 30 دقيقه، اول جول في لقاء النهارده يحرزه حسن شحاتة للنادي الأهلي بعد مضي 30 دقيقة. عبد الرؤوف عبد العزيز حكم الجولة مشاور، وحسام بيقول لاعبي الزمالك من فضلك بره لأن في الراية حسن شحاتة ما يلعب الكورة. حكم الدولي حسام بيقول لكل الناس بره الملعب تبقى ضربه حره غير مباشره نتيجه تغير حكم. 2 و3 يا رب يا رب يا جدعان تقنيه الفار تخش مصر، يا رب يا رب تقنيه الفار تخش، يا رب يا رب يا رب، هي الحل الوحيد لينا يا رب، الحل الوحيد تقنيه الفار، مش هتخاف من الفانيلا يا رب. على مهله جمال عبد الله، وقع جمال عبد الله وخطفها حماده المصري واعترضوا وفي صفاره.